انت سامع بذاك يعني الوقت واحد منتسب بالامن العام يسب صدام حسين ولد الاهلي يمشي على رجليه انت تصدق؟ اي والله اكو واحد اكو واحد ما هسه الله اقول لك واحد مسولف الصاحبه حلم حال مال حلم مسوي انقلاب على صدام عدموه هذا بالحلم هسه ايش مدري نايم والله انت شايف هذا الحلم وانعدم زين انت سابه ومنتسب بالامن ورحت تمشي رجليك والله انت الله يحبك زين ماشي يقول شو تعمل في احدى الدوائر المنحله بال 92 سبيت صدام حسين بمديريه الامن العامه وكان حاضر عقيد فوزي مدير امن بغداد تم طردي من الدائره باسم متخاذل بال 2006 تقريبا ظهر اسمي في قائمه المتقاعدين رحت دائره المحاربين لم يرسلوا اسمي لدائره التقاعد كون الخدمه غير مجزيه ولحد الان لا اعرف انا راجع اي دائره المفصولين سياسيين يقول جيب لنا الشهود والمطالعه التي كتبت الى صدام حسين لغرض اعدامنا موجوده بها كل اسماء وحاليا اعمل سائق تاكسي ولم يدخل لي لا انا ولا كل افراد من افراد عائلتي اي راتب من الدوله اطلب مساعدتك لغرض احتساب التقاعد على اثر رجعه واحتساب المسؤولين السياسيين وهذه مناشده انطونيا محمد شلونك؟ اهلا وسهلا انت قدمت على المسؤولين السياسيين؟ اي نعم انت عندك من سبيل صدام حسين شو اخذت حكم؟ استاذ احنا اجتمعوا بنا بمديريه امن بغداد وكانوا يحكون انا جنيت سبيل صدام حسين انت كنت معتقل من سبيته لو كنت شنو؟ لا منتسب وليس معتقل وقمت قدام القاعه بالامن العامه وسبيت صدام حسين بالقاعه اي حضرت انا كمنتسب اي اجتماع كان خوش فانا بالاجتماع سبيته فقال لي قوم وقف هنا انت قال ما راح تعرف صدام حسين في انا انت قال لي قوم وقف هنا قلنا احنا قال منو افكاره مثل افكار هذا قمنا احنا تقريبا 35 واحد زين فسووا فينا مطالعه صدام حسين بالاعدام فكانت المطالعه بالنهايه كتب راي فالراي نفسه اعدامه زين زين فرحت اعتقلونا اعتمونا اعتقال سكنه داخل الدائره ممنوع لا نطلع ولا حد يواجهنا ولا زين خلال الشهرين هذا تعرف عانينا ما عانينا زين اجت كتاب من الرئاسه بان يطردونا يعتبرونا مجلس متخاذلين وهذا يسمى بالدوائر المنحله بالتقاعد فرحت راجعت للمحارب محمد انا دا احكي بذاك النظام انت انسجن الشهرين وطلعت ما انسجنت انا اعتقلت سكنه ريت تسجن ايش قد؟ حتى يكون الكلام واضح ايش قد ايش قد اعتقلت؟ اعتقال السكنه غير السجن ايش قد ايش قد بالثكنه؟ نعم بالثكنه ايش قد بقيت؟ شهرين وطلعت شهرين انتظروا لحد ما اجى كتاب من الرئاسه طردنا من الدائره واعتبرونا وزنك متخاذلين ورحت لاهلك ورحت لاهلي دام تعرف هاي مراقبات شهريه وغيرها ومتابعه عندك كتاب عندك دقيقه عيني الله يستر عليك انت سامع بذاك الوقت واحد منتسب بالامن العام يسب صدام حسين ولد الاهلي يمشي على رجليه انت تصدق؟ اي والله اكو واحد اكو واحد ما هسه الله اقول لك واحد مسولف الصاحبه حلم حال مال حلم مسوي انقلاب على صدام عدموه هذا بالحلم هسه ايش مدري نايم والله انت شايف هذا الحلم وانعدم زين انت سابه ومنتسب بالامن ورحت تمشي رجليك والله انت الله يحبك زين ماشي اكو كتاب عندك كتاب عندك كتاب عندك كتاب يقول طردك لان انت متخاذل اكو كتاب عندك؟ لا بس اعطوني كتاب يحاسب التجنيد ما هو بابا يعني المفصولين السياسيين ابن الناس لازم دليل نعم. اما مقتبس حكم اما عندك الكتاب الكتاب طردك وينه؟ كتاب مو كتاب هو كتاب اللي اجى على ضوء المطالعه اللي انكتبت وهي بقت بالدائره احنا مجرد عندك عندك نسخه منها؟ عندك نسخه منها؟ عندك ما يثبت؟
والله يعني شنو مثلا ما يثبت هو ما يثبت انه انت انطردت بكونك معارض للنظام السابق حتى يمشون لك معامله. زين السجناء السياسيين ايش قالوا لك؟ والله السجناء السياسيين يقولون لازم يجيب الشهود. زين انا صار تقريبا 30 سنه انا من وانا حاجه صاحب زين انت هسه يعني هسه انا ابو السجناء السياسيين انا اعتبرني المدير وانت تجي تقول لي يابا انا سبيت الرئيس قبل وطردوني اقول لك سوي معامله جيب لي شهود جيب لي مقتبس حكومي جيب لي ما يثبت شو تقول انت اذا ما عندك جماعه 35 انا 36 انا رقم واحد وهم ورا 35 راجعوا بالكاظمي راجعوا اي جيب نسخه من الكتاب منه خلي يعطونك نسخه وثبتوا بس مشكله انه ما دا القى احد من عندهم دول ثاني انت اخويا انت هنا ملزم توفر دليل ذولا جماعتك ال 35 زين عندهم نسخه من الكتاب تقدر يعطونك نسخه الا تلقي لك شاهد لا هم اعتمدت بكذا على الشهود المفصولين هسه واحد منهم يشلك هسه انت لو مدير دائره انت هسه مدير دائره انت ابو السجناء واجي كان اقول لك انا سبيت صدام وما عندي مستمسكات تمشيني طبعا لا شفت يا اخوي اي اذا القصه بهذا الشكل.